ازيك عامله ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. ايه يا جماعه مفيش اتفضلوا؟ لا ولا هنفضل كده على الباب؟ لا اتفضلوا طبعا. تعالي يا نجم تعالي اتفضلوا. اتفضلوا اتفضلوا هنا عند المكتب. اتفضل اتفضل اتفضل. لا مؤاخذه انا ابقى جوز مديحه. والله اهلا 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 بيك. اتفضل اتفضل اتفضل. هشام بيخاف على مديحة قوي. هشام مين؟ هشام جوز مديحة. جوز مديحة؟ اه بيخاف عليها ما بينزلهاش شغلانة لوحدها ابدا. انتوا عارفين بقى اولاد الحرام في كل حتة. الراجل عنده حق الصراحة. بيغير عليها قوي. طب ايه يا جماعة تشربوا ايه؟ والله اي حاجة. ممكن تعمل لنا كوباية شاي بلبن؟ بس زودي السكر والنبي. طب ما تيجي معايا نجوى؟ ماشي نعمل شاي بلبن. طيب يلا عن اذنكم. بقول لك ايه يا هشام ما تيجي معايا؟ يلا حتى بالمقص عادي. متخصص في المشروبات. قولي لي بقى هي نجوى اديتك فكره عن الموضوع اللي انا عايزك فيه ولا افتح معاكي الموضوع من الاول؟ لا نبتدي من الاول. انت هتعملي ايه؟ دي سجارة حشيش. ايه؟ انت هتعملي ايه؟ لا 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 ما ينفعش هنا. علشان بس كده ايه؟ اصطبح الصبح واتكلم كلام موزون. لا لا ما ينفعش هنا ما ينفعش هنا. لا ما انا لازم ابقى بمزاجي علشان افهم. وانت كمان هتشربي؟ اه طبعا. بقول لك ايه؟ انا ما بحبش كتمة النفس. كملت. بقول لك ايه يا ليلى؟ استني شويه يا حبيبتي خليهم يعرفوا يتكلموا. اديله فرصه يقول لهم اللي هو عايزه على راحته. تعالي نقعد جوه. طيب هديله شاي بلبن. لا ده وقت شاي بلبن. استني يعني هو هيطير. تعالي جوه. يلا يا هشام تعالى معايا. اقعدي يا نجوى. اقعدي يا هشام اقعد. اشرب انت شاي بلبن. حاضر. هو الاخ هشام لازم يبقى موجود؟ ما تزعلش مننا والنبي، اصل هو ما بيسيبناش في اي حته، وخصوصا لما يعرف ان الحكايه فيها فلوس وكتير. ولا يهمك ولا يهمك. يا حبيبتي تقعدي كده تريحي ظهرك. ايوه مش متنشنه. مش متنشنه. عشان نبقى على نور. المبلغ اللي هتتفق معانا عليه تقول لي هشام النص. ماشي ماشي. قولي لي بقى هو المعداوي هو اللي كلمكم ولا الحكايه كان فيها وسيط؟ الو ايه يا جلال؟ خلاص كله تمام. ايه يا نهار ابوك اسود. طب استنى لما انزل ده انت حمار. خش على بسرعة. أوه ما فيش دعوة. يلا بسرعة. نجوى. نجوى فين يا نجوى؟ فين يا نجوى؟ يا عماد. 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 هو في إيه؟ أنا عايز أفهم بس في إيه؟ إيه اللي بيحصل هنا؟ يا نايلة الله في إيه؟ إيه اللي بيحصل هنا؟
ها ايه الاخبار يا حمص؟ كله تمام واخر الاخبار بالصور كمان. ايه ده؟ اخدها بيت واحد معرفته وهي قاعده هناك دلوقتي. الله عليك. يبقى الخبر كالاتي: محامي مشهور على علاقه بموكلته. ادخل. صباح الخير يا منصور بيه. اهلا. صباح الخير يا جلال. ايه يا ابني شكلك مش نايم؟ طول الليل بفكر في الكلام اللي انت قلته لي. شوف يا ابني، الفرصه ما بتجيش للبني ادم غير مره واحده، وانا عشان بحبك وبعزك جايبها لك، وبقول لك اللي هيدفعه لك المعدوي بيه في اللي انا طلبته منك مش قليل. ايوه يا باشا، بس دي هتبقى مصيبه لو اتكشفت. مين اللي هيتكشف؟ مين اللي هيعرف اصلا ان انت ورا الحكايه دي؟ ماشي، اعملها ازاي بقى؟ مش عارف. لا دي بتاعتك بقى، اسمح لي يا جلال. شوف يا جلال، القضيه كبيره مش بسيطه، وكلها في مكتب اللي اسمه عماد. يعني لو ملف القضيه راح للخصوم واتعرف إن عماد هو اللي سربه للخصوم، مش هيسيبوه، هيبقى فيها شطب من الجدول، وده بقى اللي احنا عايزينه. وانت ساعتها هتقبض 200,000 جنيه. ايه؟ بتفكر كتير ليه؟ أنا هرد على سعادتك بكرة. دلوقتي؟ ايوه، ما انا هرد على سعادتك النهارده اقول لك هعمل ايه بالظبط. حلو الكلام. انت بقى تسلم الملف، تستلم في التو واللحظه 200,000 جنيه. على فين كده على الصبح؟ هروح من البيت ليلى. وانت عارفه هي قاعده فين؟ لا معرفش، بس اعرف مكان المحامي بتاعها، هروح له واساله عليها، هو هيدلني على مكانها. صدقت طلعت بتفهمي؟ ما انا عارفه يا اختي من بقى. خلاص هخلص شغلي واكلمك. ماشي يا عسليه. سلام. يلا بقى. يا صباح الفل. ايه ده؟ ميرسي. انا قلت اجي اصبح عليكي كده ونفطر سوا. قلتي ايه بقى؟ المفاجأة الحلوة دي. ورد وصباح حلو وفطار. ايوه. في ايه؟ عد الجمايل بقى. انا بصراحه كده ميرفت فكرت ولقيت ان احنا تعبين نفسنا على الفاضي. يعني ايه يعني اشتغل موظف، افتح مكتب لوحدي، ايه المشكله؟ المشكله انا وانتي، عايزين نعيش سوا ولا لا؟ لا فهمني بقى في ايه، لان انا كده مش فاهمه حاجه. انا اقول لك يا ست الكل، احنا لازم نقعد مع بعض كده ونفهم بعض ونحدد احنا عاوزين نعيش مع بعض ولا عاوزين كل واحد فينا يفصل للتاني على مقاسه. وانت شايف ايه؟ انا شايف ان احنا لازم نقرب من بعض، لازم تفهميني، ولازم كمان يعني نقبل بعض زي ما احنا عشان نعيش كده مبسوطين وسعداء. ها إيه؟ ما قلتليش هتفطري ايه؟ لا الفطار ده سيبه عليا. لا سيبه عليكي ايه، ما انا خلاص انا بسالك كده ودي يعني، لكن انا كده كده طلبته. ايه رايك الاول نشرب كوبايتين شاي نفوق؟ حاضر.